السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيتكم بوصفه سريعه جدا ولذيذه مشبعه، يعني تصلح كوجبه للعشاء ولا الفطور، يعني تزيدوها مع ساندويش ولا مع كفتات مقليين ولا المهم. كما راكم تلاحظوا معايا، عندي بصله قطعتها كبير، عندي كورجيت كابويا، وعندي حبه بطاطا. دونك تقطعوهم كبير، ندير شويه زيت، ملح، فلفل اسود، كركم اذا بغيتو، اذا ما بغيتوش ما ديروش، يعني غادي يخرج اللون تاعها مايل للاخضرار. واذا زدتو الكركم غادي تجي شويه مايله للاصفرار. نخليهم يتقلاو، ومن بعد نضيف لهم فقط شويه تاع الماء، يعني الماء على حساب ما نغطي، ونخليهم يتجمروا فوق النار. ولا تقدروا كوكوط اذا كنتو مزروبين بزاف، لكن ما تخليوهمش بزاف. دونك كي تشوفوا باللي البطاطا تاعكم طابت، تحيو فيها الخدمي وتصيبوها باللي طابت، داك القيس نميكسيو ونقول لكم واش غادي نضيفوا له. اذا هنا قليت، درت شويه تاع كركم كما كتشوفوها شويه صفراء، ودرت 3 كيسان نتاع الماء، لانه البطاطا والكابويا غادي يعطيوها تقليه. دونك جو بريفير ندير الماء دروك، ومن بعدها تقدروا تريكتيفيو، مي دروك ديروا 3 كيسان ماء. من بعدها كي نطحنوها غادي تجينا ثقيله. غادي نضيفوا لها الفرماج، ونضيفوا لها شويه تاع لاكريم فريش ولا الحليب الا ما عندكمش، ديروا الحليب. وممكن في هذه الاثناء اذا كان عندكم صدر دجاج ديروه يطيب معهم، من بعدها تجبدوه وتقليوه، تقدموه يعني محمر ما تقدموهش ابيض، وتطحنوا الباقي. سينو قلنا بطاطا، بصله، كابويا، شويه توابل اللي هو ملح، فلفل اسود، شويه كركم اذا بغيتو، اذا ما بغيتوش تستغناو عليه، ونخليوها تطيب. بعدها نميكسيو. فوالا لا سوب، بعد ما طحنتها زدت فيها قلت لكم الحليب، كاس حليب، وضفت لها الفرماج دي بورسيون. فوالا، كما قلت لكم تقدروا ترافقوها مع كفته مقليه، ديروها كي تسربيو في الفريبول، ديروا هذه الكفته ولا تزيدوا رشه ايضا تاع الحشيش في الاخير. وبصحتكم وراحتكم ان شاء الله.